بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نحمل بصدق راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نكاية في من يقول صلعا: ألا لا برك فيكم ما دمتم على هذه الأمراض النتنة القبيحة المشوهة وأنتم لا تعلمون، بل زين لكم الشيطان أنكم أرقى الناس وأفقى الناس وأعلم الناس وناشين جيتكم من الشرق والغرب أنكم مختصين في الحضارة الإسلامية، بينما هي التي عندكم هي حضارة ليست حضارة. الحضارة منبعه قرآن وسنة وحديث قدسية، هذه هي الحضارة الإسلامية. أما ما عدا ذلك فهي حضارة، نصيبكم الدنيا ومآلكم الآخرة جهنم وبئس المصير. نسأل الله السلامة في مصيرنا، أول كنا من الأولين أو من الآخرين، كنا من السابقين أو اللاحقين. نسأل الله أن نكون من أهل القرآن العظيم وأهل محمد عليه الصلاة والتسليم. آمين يا رب العالمين.